والله مناسبة هذا يوم الفوز الكبير على داعش، والحمد لله القوات الأمنية هسه عم سيطر على الوضع، وحتى الطريق والله حتى الطريق ما سدوه، والحمد لله. هذا بالنسبة لنا احنا اهل الموصل وبالعراق كافة، يعني احلى يوم عندنا هذا يوم العرس الكبير هذا. شلون تشوف اليوم يعني الفرحة؟ والله هي فرحة ما تنوصف يعني. اي والله، وبالاخص تواجدكم انتم قناة الموصلية السباقة، ونشكر الاستاذ غازي قناة الموصلية ابد ما كانت تفارقنا قبل التحرير. نعم والله رسالتنا احنا نشكر القوات الأمنية وعلى رأس البطل قيادة عمليات نينوى، ونشكر الشيخ مروان اثناء التحرير يعني هم ما خلى شيء يعني قصور معنا، الشيخ مروان رشيد الزيدان والشيخ فلاح وقفوا مع النازحين الحمد لله كلها قيادة عمليات نينوى، ونشكر تواجدكم انتم معنا هنا، واليوم ان شاء الله الى نوصل للابد ان شاء الله الحفلة. بارك للشعب العراقي على النصر على الارهاب على داعش، وانه نشكر قائد عمليات وكل القوات الامنيه. فرحانين الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله، والله للي الباقين احنا. والله الوضع الامني حيل زين الحمد لله، تعامل القوات الامنيه ماكو احسن منه. نتعاون اكيد. طبعا اليوم يوم كلش كبير، واليوم فرحانين الموصل والمحافظات البقيه يجوا من هناك، فرحانين بمناسبه النصر العظيم والفوز على داعش. ويوم 10/12 ما راح ينسي، راح يتخلد بالتاريخ 10/12/2017. هذا اليوم يوم كبير ويوم نصر عظيم على داعش، وربي يحفظ القوات الامنيه ان شاء الله. نبقى وباقين للصبح لباشر الصبح ان شاء الله. والله تعني شيء الكثير بمناسبه الانتصار على داعش، وان شاء الله الله يرحم الشهداء الابرار، ويعني انتصار على داعش يعني كل شيء. فرحانين فرحه ما تنوصف والحمد لله، وان شاء الله ان شاء الله للصبح، وان شاء الله العراق من انتصار الى انتصار، والقادم اجمل باذن الله. قواتنا نبارك لهم بجميع صنوفهم، واحنا اليوم هم الفرقه الموسيقيه مطلعين تطوعا وتبرع لاهلنا في محافظه نينوى، وتحياتنا لكم. نشكر الفضائيه الموصليه اليوم سباقه بعملها، وتحياتنا وكادرها لكم. والله الحمد لله فرحه كبيره بمناسبه النصر العظيم، والحمد لله يعني متونسين والقوات الامنيه موجوده وفرحانين. وتشوف يعني انت العدسات مالكم، تشوف العالم شلون متونسه وفرحانه بهاي المناسبه الجميله. والحمد لله انا والفرقه مالتي جينا وتطوعنا في سبيل نونس الجمهور الموجود، والقوات الامنيه حضورها موجودين هم ويانا ومشاركين الفرحه معنا بهاي المناسبه الجميله. والله دور القوات الامنيه يعني حيل زين الحمد لله، حيل زين يعني.